الجمال مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل، أرأيتم ما حولي من هذه الأعمدة؟ هي تعطي إيحاء بالثبات، والثبات هو قرار نريد أن نتخذه اليوم، لكن لنتكلم عن هذا القرار. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. هذا العمود الثابت بماذا يوحي؟ والله يذكرني يا أبو حسين ببعض المؤمنين، بعض نماذج المؤمنين اللي هم أشد ثباتا على دينهم وإيمانهم من هذا العمود. يا أخي ما في مؤمن ولا في مسلم إلا يتمنى أنه يثبت على هذا الدين. ما في إنسان وفقه الله لارتياد المساجد والركوع والسجود بين يدي الله إلا ويتمنى الثبات على دين الله. ما في إنسان كان متعلق بشهوة أو بذنب أو بمعصية من المعاصي إلا هو وتركها إلا هو يتمنى أنه يثبت على هذا المبدأ ولا يعود إلى هذا الأمور. لذلك لابد يعرف الإنسان أول أمر وأعظم أمر من أجل أن يثبت على دين الله وعلى الطاعة وعلى الصلاة وعلى القيام وعلى ترك الذنوب والمعاصي، لابد أن يتولد يقين في قلبه أنه لن يثبته إلا الله ولن يجعله راسخ رسوخ الجبال على هذا الدين إلا الله. لذلك لا بد أن يتعلق بالله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الإنسان شيخ علي إذا ثبت على دين الله سبحانه وتعالى وكان في هذه الدنيا ثابت وصابر على دين الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يثبته على أعظم كلمة في هذه الدنيا، لا إله إلا الله. يثبت الله أيضا بالقول الثابت أيضا في الآخرة، إذا دخل القبر عندما يأتيه الملك فيسأله عدة أسئلة مكشوفة معروفة: من ربك؟ يقول بكل ثبات. لماذا؟ لماذا ثبته الله؟ لأنه كان في الدنيا ثابت. من ربك؟ ما دينك؟ من هو النبي الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يجاوب على هذه الأسئلة بكل ثبات لأنه كان في الدنيا ثابت. أنا ودي أسأل، هل شلون الواحد يحقق يعني، أو ما هي العوامل التي تساعد على الثبات؟ العوامل كثيرة، وقبل ما أدخل فيها، بعض الناس عندي بس يعني رسالة لبعض الناس اللي يظن أن مسألة الثبات مسألة بسيطة أو مسألة عادية، وأنه حيثبت وعنده زي ما تقول ثقة بنفسه، هذه النفس الضعيفة الأمارة بالسوء، يظن أن الثبات أمر يسير وهين ولا قضية ثانوية. الثبات أمر عظيم جدا، لو مو أمر عظيم ما كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أكثر دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هذا الأمر نستنبط بأن من أعظم وسائل الثبات كثرة الدعاء بين يدي الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك. الدعاء من أعظم المثبتات. وبعد أصرفها عن معصيتك أصرفها: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك، واصرفها أيضا عن المعاصي، حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. الدعاء من أعظم ما يثبت. هل صحبة الأخيار وأهل الخير تساعد على أن الإنسان يكون ثابتا في هذه الحياة الدنيا؟ أكيد يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معلش الشيخ منصور، هذه الوصية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، اللهم صل وسلم على الخلق وافضل انسان ثابت على هذا الدين حتى لقي الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب شيخ نائب شيخ علي بعض الشباب يقول يا أخي أنا ما عندي أصحاب ما عندي صحبة أنا قاعد في منطقة بعيدة وما عندي صحبة. والله يا أحباب في الله بعض الإخوان تدري من صحبته؟ كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبتوا على هذا الدين إلا كلام الله عز وجل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كاملة في جملة لماذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بس أزيدك ما أزيدك يا أخوان معلش. الله عز وجل يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. في عام الحزن الله سبحانه وتعالى الذي مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وماتت زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف حزين لأنهم قد ردوا دعوته. الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صورة كاملة صورة يوسف. لماذا؟ ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينك تعدو يعني هذا يدل يا شيخ علي على عظمة هذه الوصية يعني الاستمرار خليك مع الصالحين خليك تبغى تثبت خليك مع الطيبين خليك في بيتك. ما تلاحظ يا شيخ احنا لما الآن الواحد يروح ويجلس مع المجالس الطيبة وذكر ما تحس انه شوي يحلق كيف وحاس انه ايش يعطي نوع من الدفعه إيمانية. واذا راح عنهم شوي ولا انشغل في ملذات الدنيا شوي يحس ان المنسوب بذا. نعم اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال على ان الانسان اذا بعد عن الصالحين بدا المنسوب يضعف يقل والايمان يضعف وبدا هو زي ما تقول ايش يتهم نفسه بانه بدا يقصر في جنب الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. الإنسان إذا بدأ يبعد عن بيئة الخير وبيئة الصلاح بدأ يضعف إيمانه ولما يغرس نفسه في المساجد في الصحبة الصالحة في مجالس العلم في مجالس الإيمان في حلق القرآن يبدأ يحلق ويرتفع. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما ينشغلون عن بعض تشغلهم الدنيا مثل ما تشغلنا مثلا بعض الأحيان في تجارتهم أو في مزارعهم بدون يتهمون أنفسهم يحسون ان ايمانهم بدا ينقص ايش يسوون؟ يجون البعض يا سلام تعالوا تعالوا نؤمن ساعه تعالوا خلونا نجلس مع بعض تعال نقعد نذكر بعض نذكر بعض يا سلام هذا اللي نحتاجه ترى احنا جلستنا هذه مع يا شيخ الواحد يحس نفسه والله اني انا الحين في الجلسه هذه واحنا جالسين في بيت من بيوت الله نذكر الله والله ما ابالغ اني احس اني أحلق بين السماء والأرض. الله. الروح بدأت الله. تلقى اللي تبغاها. فين تجد هذا اللي تبغاه؟ فين تلقى هذا الشيء؟ في صحبة الأخيار، في صحبة الطيبين، مع القرآن، في بيوت الله سبحانه وتعالى يثبت الإنسان يثبت. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم المثبتات حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت الله عز وجل رجال طريق الثبات نعم. أن تدخل بيوت الله عز وجل وفي هذه البيوت هناك أناس يقومون الليل هناك أناس يتلون كلام الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار. سبحان الله تجد في بيوت الله صحبة يدلك على القرآن. وحنا لما الآن في هذا القرار اللي حنا ندعو أنفسنا ابتداء والناس والمشاهد أن يتخذ قرار استثمر هذه الأجواء الإيمانية أن تجعل حلقة وصل بينك
وبين ماذا؟ بين هذه المساجد حتى تعينك على الثبات. إذا اتخذ قرار الثبات بأن تعرف وسائله لتعينك على الاستمرار في الحياة، مصداقا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لتكون حياتك مع الله أجمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الثبات على هذا الدين، اللهم ارزقنا الثبات على هذا الدين في هذه الدنيا وفي قبورنا ويوم العرض عليك يوم القيامة يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل، صياما دعاء صلاة.